أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مشاهدة طيبة مع قناتكم تونس العقارية وبرنامجكم المعتاد البراعة اليدوية. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نستبدلوا كعبة جليز أو الفايونس في السال دو بان ولا في الكويزين. عندنا كعبة كارو مكسرة ومنظرها غير لائق، نحبوا نحيوها نستبدلوها بأخرى جديدة. نذكروا مرة أخرى اللي الإتقان وقوة الفكرة وبساطتها والحكمة وطول البال هي من خصائص البراعة اليدوية اللي حلقتنا اليوم باش نتواصلوا معاكم فيها من خلال هالمبادئ هذه. في عملية اليوم باش نستعينوا بما يلي، نستعرضوا مع بعضنا أهم هالأشياء، نشوفوا مع بعضنا. جراتوار، هالآلة هذه اللي تشوفوا فيها قدامكم أو أي شيء آخر يكون حاد بإمكانه يكون ماضي وقوي حتى يتمكن من إزالة السمان الموجود حول كعبة الفايونس. مول أديسك ديامون، هذه باش تقطع الكارو في أربع أجزاء، هي سريعة وقوية. مارتو بورا للتكسير بطبيعة الحال وإخراج الكارو من مكانه. في الأخير السمان والمعلقة باش نحطوا الكارو جديد في مكان القديم. العملية الأولى هي تنحية السمان الدائر بكعبة الفايونس، هي عملية ذكية والمقصود منها عزل وفصل كعبة الفايونس المكسرة عن بقية الكارو، وهيك باش نضمنوا أنه التكسير أو الشقوق فيما بعد اللي باش يحدثها المولا ديسك ديامون ما تتنقلش لبقية الكارو. العملية الثانية قصان الكارو نتاعنا إلى أربعة أجزاء كما واضح في الصورة وبطريقة قاطع ومقطوع لا بأي شكل آخر. العملية الثالثة بالمطرقة والبيران نضربوا في وسط الكارو وبشكل جانبي. العملية الرابعة تنظيف بقايا السمان، لابد من إزالة كل السمان اللاصق بحيث كعبة الفايونس الجديدة ما تأخذ مكانها إلا بعد ما يتم إزالة السمان الكل. العملية الخامسة يلزم نحرصوا على عدم وجود ولو قليل من بقايا السمان. العملية السادسة بعد ما نظفنا كما تروا في الصورة السمان ما يتحطش برشا حتى تصير أعلى من بقية الفايونس الموجود وما يصيرش شوية تكون ضعيفة وما تشدش، وإنما فقط يتحط بالشكل اللي تراو فيه على الشاشة. العملية السابعة والأخيرة نحطوا الكارو وبكل لطف ننزلوا عليه باش ياخو مكان. هكا شفتوا اليوم حاجة جديدة ومختلفة، نوعدوكم بالجديد والمتميز. باش تتواصلوا معنا وتمدونا بملاحظاتكم ومقترحاتكم أرقامنا وعناويننا على الشاشة، انتظرونا في قادم الأيام مع أجمل تحيات فريق البراعة اليدوية. هذا نبيل بيك يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.